اش هادشي ولينا كنسمعوا؟ قال لك اسيدي الزواج غادي يولي بالكونطرا، كيفاش الا تزوجتو؟ اخوان انا سمعت هاد القضيه البارح وقلت واقيلا شي واحد مطلعها. واش فري سيد راه واقف يبان بعقلو؟ واش فري يولي الزواج بالكونطرا؟ ضروري كل عامين خصكم تمشيو تعاودوا تجددوا العقد. ولا دا زواج ولا اقامه ديال الامارات ولا شنو؟ الا ما تفهمتوش في ديك عامين اللي دوزتو انت وياها كل واحد يشد طريقو، تفهمتوا في ديك عامين كتعاودوا عاوتاني عامين اخرى. شنو عاوتاني غنعطيها صداقه؟ تفهمنا ما تفهم تزيد نصداق مبابي واخد مبابي. انا لعبتي مزيان هاد العامين، العامين الجايه غنزيدك. ما لعبتيش مزيان هاد العامين غنقص لك شنو هاد الحماقه؟ شنو فهمتوا كتكملوا؟ ما تفهمتوش كتفرقوا كل واحد. ولكن راه شوف هاد القانون راه في صالح الرجال. اتونسيو راه في صالح الرجال الى طبق. وانتم راكم سمعتوا حنا خدامين على واحد القانون جديد ان شاء الله في 2025 غادي نطبقوا. الزواج ما غاديش يبقى بعقد مدى الحياه، غيولي ماكم دايرين عامين. اش عاد راتكم دايرين؟ ديروا ست شهور صافي. عاوتاني ست شهور كونترا سي دي اي ولا سي دي تي عامين قابل للتجديد. لا مش حتى تطبق هادشي في 2025، هادشي راه خطير وبزاف. حيتي اصلا هادشي ما كاينش في الدين ديالنا. واشنو بان لكم نتوما؟ واش مع هادشي او لا ضد؟ ثاني مع البار ثاني. كل عامين تبدل المرأة، كل عامين عليه. والصراحة قانون زوين غي خدام داك الشيء اصلا. عندنا استراجي حرام داك الشيء. ما دي جامين شنو هذا مقراو؟ لا ماشي ديالنا هادشي. مقراو مغربي جوز الوز الرباطي حنش العروس شلاغم بابا. مساخيت يا خويا المغاربة، مساخيت يا خويا. ما يمكنش الزحلايقة المغربي قردون مع السلفاسي بغرير امازيغي مغربي. عندنا البغرير، عندنا البغرير مسمن بيطان نفس دابا اكلات جزائريه فهمتي مطلعين عليهم المغاربه تا هما. مزيان خبز دقيقيه، خبز دقيقيه المغربي نايس. شرديدة شرديد العزبة اشتغلي على نفسك علشان تكوني من الناس المنفردة الناجحة المتقدمة المزدهرة في مجالهم. كأظن ما كيجيبوش الزوج. وما تبصيش لتوافه الأمور وما تتشغليش بتوافه الأمور ومين بيقول عليكي إيه ومين بيتكلم عليكي أو مين بيقبض أكتر منك. أو اشتغل على نفسك عشان تكبري. 5 قانون. شهادشيا أتا شهادشيا لامبريمو ديال الخبز. إثبات الذات، قانون إثبات الذات. اش من قانون اللي قالت لك قانون اللي ما يجيبش لك الزوج؟ هذا لا خداه. الزوج راه ما غيتزوجش، راه ما غيتزوجش. هذا صافي كلشي بيقول فيه الاير فاير تطيب لك بلا زيت بلا تلعبه خشي الهواء هادي تجيب لي تاهي سميتو هذا بطبوط خبزه صافي بخير. هم بين حين وحين بالتحديث اشتغلي على نفسك علشان تكوني من الناس. لا انت بطبوط خارج مسكاني ناضي فهمتي. راه بزاف على العكازو، راه بزاف على هادي غتحمق دابا العيالات فهمتي. جمال جيب لنا فين كاينه، بغينا نعرفوها فين كتباع. او واحد خيتي قالت لي مرة دايره 1650 دولار
دايرة مليون ونص خالتي، مليون ونص تقدر بيعها للدهب في خير. Okay, first of all, why didn't anyone tell me that if you have yeah? شنو كتبتي في الاول؟ اوكي. First of all, why didn't anyone tell me that if you have yeah? هذه قاعدة الإخوان، خذوها. إلا كنتو بوحدكم في الدار أو لا كنتي غادي بوحدك في الزنقة بالليل وسمعتي شي صوت كيعيط لك، ما تجاوبوش، ما تقولش نعم. السبب اش؟ ما عرفتش السبب صراحة. ولات يقول لك خويا إلا سمعت دابا هادي سمعت وقال مشيت عيطت لها وهي تجاوبها، قلت لك نو. دابا تا هما عندهم هاد القضية، ما خاصكش تجاوب أصوات كيعيطولك. So I forgot. I didn't think about it. I'm home alone. And I thought that someone called me and I'm قلنا الإخوان واش فايت وقع لشي واحد فيكم؟ سمعتي بحال مكا شي صوت عيط لك بسميتك وجاوبتي؟ قلنا الإخوان حتى قولك اللي سمعتي هاد الصوت ما تجاوبوش. Maybe it was my cat and she sounds like a human. ديما ديما كنبردوا على راسنا بهاد القضيه هذه. بصح المجتمع عيط لك صوته بحال بنادم كاملين كنديروا هكا. لقينا خوت نتفرقوا خوت ملي كيحطم لك قلبك وانت فايته 30 عام. والناس بداو يكون الدراري هاني الغلط كيطرة مشطد العانقين في 2012 مشطد الأيمن مسلسل دموع الورد عشي هاد المشطة هادي هي هاد ديال 2005 كان باقي العلودي في الراجا كان كيدير وحده بحاله وباقي عاقل يا خويا نهار فان كارير ديالو ماركا هاتريك كاس افريقي وتيجي تدار كاميرا تيدير ناه كدا خرج عليهم اونري ميشيل الدري ضرب ثلاثة ومخليه مكمل الماتش ربحنا بخمسة ولكن الدري مشى نسات لي بقى واحد اللي هنا ضاع مسكين العلودي يا خو لا تصاوريش انا كاملين كنغلطوا فهاد اللقطة الاخوان غادي قال لك بغاو يعاقبوا رونالدو اش فهمتي حيت الجمهور ديال السعودية بقى تيقول ميسي ميسي جمهور وقال ديال الشباب ميسي ميسي اللي قمعهم ما مشاش للسعودية ما عرفتش علاش يبقاو يغوتوا وتيعايروا رونالدو اللي وافق انه يمشي للسعودية ويلعب في البطولة ديالهم هما تيبغوا يعصبوا تيقول ميسي ميسي شو دار خونا قالك وقال غادي يمنعوا الماتشات ديال رونالدو على الدراري الصغار الحمد لله اليوم فيديوهات ديال جمال الفا ما ممنوعينش على الدراري الصغار كلشي فهمتي إلا كان حداك دري صغير بلا ما يكمل هاد اللقطة الله يرحم الوالدين ما بغينا مشاكل قال لهم سيروا تفركوا فهمتي الفراكة باقيين عاقلين عليها كانت كدير الوالدة بحال موكا كدير فيها سروال تجي مسكينة وكتقديرها كتحط وكتخوي واحد شوية الصابون هاد ما عرفتش حاجة بغاو نديرو الصابون كدا كتلقى السروال كله المهم رجعوا لموضوعنا قالك غيعاقبوه دبروا راسهم يلاه خدمت كنت خدمت في لا مارك لوند روفير غير كنقولوا دابا الغونج روفير كنقول دخل واحد لو كليون دخل بجلابه انسان مغربي دخل بجلابه ديالو بليغه داخل كيتسارى في الشوروم وانا يلاه بادي انا باقي جديد حتى شي واحد في لي كوميرسيو الاخرين ما بغى يمشي لعندو قال هذا بوتيت غير كيتسارى ولا كيتسنى شي واحد ولا هذا حتى شي واحد ما جا بغى يهضر معاه انا قلت غنمشي نسلم على السيد ونستقبلو ندير له جيست وابخي شاري مرحبا ما شاريش على خاطر هذوك اللي لاباس عليهم هما اللي عندهم البينكا فلاس خاطرو مي على الاقل نحسو بانني راه شفتو بانني راه مرحب به في هذه البلاصه هذه فهمت عندو قلت لي مرحبا بك الحاج
تفضل معايا واش عندك شي سؤال واش بغيتي تشوف شي حاجه واش هذا. بقيت كنشوف انا وياه كنشوف انا وياه عجبته واحد الطوموبيل قال لي شوف لي هذه واش كاينه في البيض. مشيت كنسول ريسبونسابل واش كاينه في البيض واش هذا. المهم في الاخر رجعت لعنده قلت لي راه كاينه الطوموبيل. قال لي الثمن. قلت ليه الثمن. قال لي نجلس ونخلصك. كنشوف انا السيد ما سمع حتى شي حاجه. حق الله العظيم هو يدير القبض ديالو دار ليه ديك ويبدا كيدفك في الفلوس زرقين فهمتي. كي نقول لك خدا الطوموبيل بشي 75 مليون ولا شي حاجه. المهم خدينا الفلوس ما عندناش الحق نونكيسيهم. ملاتي مش 75 مليون في قبض. اما زاكم قلت لي لا حشاك واه 75 مليون والزرقات مليون فيها 50 ورقة ديال 200 درهم 75 عندك سيدي 50 ورقة مضروبة 75 يعني 3750 ورقة هزهم في قب. خويا راه تيقتك شوف على المشاهدين اخويا ما فهمتش. مشيت انا ويا لابونك درنا لو فيرسومون ما تفاجات ان يعني الانسان ما عمرك تطيح في لو بياج ديال انك تحكم على الناس. هذه فعلا غير هي 75 مليون كامله كون مكمشهم فهمتي مزير عليهم مزيان دايرهم شي ميكا شي لعيب. من مطار قرطاج تونس سرقه الاغراض المسافرين متواصله. يا مخلوعه يا كسروها بالرمية كانت في واحد واه وقال اسمها حلولة هايكا سرقوا البارفا. قلنا الإخوة اللي واقع لي بحال هذا البلان هذا مثلا في أي مطار كما كان شنو أول حاجة كدير إلا لقيتي صافي تسرقوك شنو غدير صافي ضربك تران ما كاينش عند من ديكلاري ما كاينش اللي عوضك ما شنو لا تربح. انا اول مره سافرت اخوتي غدي تزيد لك ديال الكود صحيحه واش عندك هنا شي غلف اشي غلف يغلف 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 تقلب تحله وبشي اخرى يغلف 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 هكاك صافي ورسمت فيها خربشت فيها تقول اش غتسرق ما عندوش الوقت باش يقطع داكشي. حسبي الله ونعم الوكيل فيها وكاو لا تربح. راي 100 مليليتر عارفها اقسم بالله البارح قلت زعما ما نهزيش تو يسرقوها كالسريق بتاع البطار يا هاك قربوني فيها تبي حد يقول لك كيفاه تسفو كيفاش تكفر. لا والله خويا شي الا بالله العظيم قلنا يا اخوان لو وقع لك بحال هذا البلان شنو تقدر دير؟ لا حشومة لا حشومة ليش العروسة تكون ضحكت عليها واه الإحراج مسكينة واه بحال هاد المواقف هادو كيخليوك انت في يامات البرد وكدا ما تحتاجش التدفئة انك تسخن ولا كدا تفكر على شي موقف وقع لك بحال هكا غتلقى راسك سخنتي فهمتي تقدر ما تغطاش كاع بكاش الليل كامل فهمتي. ما تشوف انا عروسه واش ضحكت عليها حتى العروسه ضحكت واه على بلان. السلام عليكم خوتي. كاين واحد التصنيف واحد المجله تصدر على باليش من تصدر. المهم خوتي اغنى 40 دوله في التاريخ تقرير قاسي في حق الجزائر وتونس وسوريا وزيد اغنى 40 دوله في التاريخ. اكو تشوفوا البلدان كيما اكو تشوفوا اغنى دوله 40 دوله في التاريخ. حاجه الغريبه برك هي غياب الجزائر تونس سوريا والعراق. يعني حنايا كنا حنا شغل ما كاش ما عندناش حضاره ما عندنا والو. حنا كنا والو زي امارات داروا امارات نقولوا المغرب داروها بتاريخها اي عندها المغرب راه 12 قرن يا ولدي اي عندها المنشات ومن منشات الحقيقه الاندلس. المهم خوتي غياب تونس والجزائر سوريا والعراق
وحضور الإمارات كارثة والله كارثة. إمارات اللي كانت عبارة عن كتبان رملية في السبعينات، والجزائر كانت في 87. الجزائر ما تحكيش على الحضارات، ديجا في 57 كانت في 70 مطار، ما كانش الجزائر حضارتها بتاريخها قارة، ما كانت الجزائر تونس. ما الشيطان 1962 ايش تقول 57 ايش تقول يا صاحبي؟ تاريخ تأسيس الجزائر 5 جويلية 1962 70 مطار تونس قرطاج تونس الله يعاون عليك. sur la France pour la France pour défendre ses priorités nationales aujourd'hui mais également demain. Et je veux ici aborder sans détour une question sur laquelle nous avons également abordé un certain nombre de points. Et cette question a particulièrement été à l'ordre du jour de nos conversations. Il s'agit de la question du Sahara. C'est un enjeu existentiel pour le Maroc, nous le savons. Un plan d'autonomie présenté par le Maroc est sur la table depuis 2007 maintenant. باش ما نطولش عليكم، هذا وزير الخارجية الفرنسي فهمتي، وقال انه الرباط ممكن ان تعول على باري وكدا وهادي وهادي في قضية ديال الصحراء. انا اللي بغيت نشير لواحد الحاجة، انا هذا وزير الخارجية مغربي وهذا وزير خارجية فرنسي، وفي هذا الفيديو وفي هذا اللقاء الوزير الخارجية الفرنسي كيهضر باللغة الفرنسية، الوزير الخارجية المغربي كيهضر باللغة العربية، كيهضر باللغة ديالو. واحد جوج رؤساء يلا كانوا تلاقاو وزقلوا واحد الرئيس فهمتي، جابوه في الحارس الشخصي ديالو قالك حق دارك سيدة، تيهضروا بالفرنسي لدولتين عربيتين وتيهضروا بالفرنسي. بغيت غير نشير غير لهاد النقطة هادي فهمتي، ما راه قالك غادي يفتحوا شي مدارس في العيون وكدا وفي الصحراء وهادي وهادي. انت ما باغيش ندخل في هادشي ديال السياسه فهمتي، حيت انا خي فهمتي. دينا عند ساكنش عند الكارو ساكا فيه واحد السوسي مع احتراماتي سواسا، دخلنا عندو مول ساكا شاف داك الشفار مربوط داير ليه الميلوط في يدو ويوقف داير ها تيشوف، قلنا له السلام عليكم، قلنا عليكم السلام تشوف داك الشبار، قلنا ليه اتسرقتي انت في هاد السكه؟ قالك لا سيدي قرب لي الخراز لا سيدي قرب لي ما تسرقتش. قلنا ليه انت تعرف هاد خينا شكون هو؟ قلنا ليه هذا مالو واش تعرفوه؟ لا ما تعرفوش. شرم عندك شي 6 كرتوشات ديال الكارو؟ شكون الكارو؟ شرم عندك مالبورو؟ مال مالبورو مالو؟ واش شرم عندك واحد 3 كرتوشات ديال مالبورو؟ شكون هو؟ هاد السيد مالو؟ واش شرم عندك الكارو مالبورو؟ مالبورو؟ أنا تنبيع مالبورو، عندي مالبورو، لا أنا تنبيع مالبورو. واش شرم عندك 3 ويسطون وثلاثة مالبورو؟ ها هما 4 كرتوشات هادو؟ مالو؟ واش شرم من عندك؟ شنو شرم عندي أنا؟ تنبيع الكارو أنا. وتتبيع الكارو صاحبي، تتبيع الكارو، أنت عندك الصكة، عندك حق تبيع الكارو، عندك حق تبيع 75,000 كارتوشات ديال الكارو، أي واحد طلب الكارو. تعرفوا الإخوان أنهم سوسيين باش يعجبوك أكثر، أنهم تيخدموا، ولكن أهم حاجة أنهم كيبعدوا من المشاكل، ما عندهم ما يدير بالمشاكل، كيف ما كانوا، تيتجنب المشاكل أخويا. One donut, that's Moroccan donut, yeah? With sugar, with sugar. How much for one? Five, with sugar. Yeah, one. Five. One piece, yeah. Moroccan donut. Moroccan donut? Sounds good. تكيفاش شفنا جاب 5 دراهم ها هو عمي. With sugar. With sugar. With honey. Five. No, no honey, no sugar. 2 dirham. No. بصحتك بصحتك بصحة وراحة ناضي الله تعالى ناضي برب. شوف نجيب 5 دراهم تواسي في سنيدو very sugar in the outside very crunchy texture is really nice too and but there's quite a lot of sugar so it's not really the most healthiest option but not bad for 50 cents I think and he said it's only 2 dirham with no sugar so that's also good but not a bad breakfast overall
One donut. That's Moroccan donut, yeah? With sugar, with sugar. How much for one? Five, with sugar. Yeah, one. Five. يعني يعني يا اخوتي راك يصوروا فهمتي يعني مالو يسترق حتى هو الله يسهل عليه يعني يا اخو بصحتك اش كنت يخبط لي حدا راسي يا عباد الله somehow we've ended up in a Moroccan school today yeah. we're going back to school حتى هذو ولاو كيدخلوا عندنا المدرسه حتى درا ولا الغزو انا yeah I'm going to learn some French we're going to a French class apparently I'm not allowed to be in here I've just been dragged in by Cam Mooney and then he's told me that I need to hide from the teachers Otherwise, I may get kicked out. But oh well, they're not going to do much. I mean, view from the school as well. So yeah, it's weird being back in school. I haven't been in school in 4 years. So yeah, we're back to school today. Got handprints all down the wall as well. So I put my hood up so the teacher can see me. The teacher doesn't know who I am. I put my hood up. I'm in cover right now. مشي هذا ودي لك صديو ملأ. مشي هو. Teachers can see me. Teacher spotted me. وحصل حارس لعب السلام عليكم السلام عليكم تاسكت اوكي كان اللي مدخلوا الحصه ديال لونغلي ولا الفرنسي يشوف اللغه عندنا كي دايره في المدرسه the boys are in trouble they've been caught by the teacher خرج عليهم ما شدوا حارس لعب He can't talk to me, he doesn't know English, so we're all good. These boys are in trouble. He's missed school and he's got his bag with him. Kamuni missed school this morning to make me... He missed school to make me breakfast and now he's in trouble. Abbas? Ana Bakaya, shukran. Ana Bakaya. Yeah, team of Maghreb today. Maghreb, Tanzania. قال لي واش كنت قرا قال لي اليوم المغرب لعب ضد تنزانيا نايس يو واتش سكور وات سكور اوت اوف سكور ناري ما يمكنش صعيب اه يا باي باي افيك لو طون تاش تخونا نطح شويه عيا ويجلس ولا نوضهم وخليهم ما كيشطحوا هاتا هنا واحد جوج ثلاثه اربعه صافي الله يجعل البركه عيا هيا مسكين ثاني يا اخوتي سبحان الله 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 اش هذا الشيء هذا دليل على تاخر البيض لمده اكثر من 24 يوم في النقل وبدون تبريد تبيضة تفقس لك يا صاحبي سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ما شاء الله تبان لي الكلب غمزني ولا والله الا غمز برا يلا حتى الكلاب ولاو يغمزونا بق علاش ما بغيتيش تخليني نتزوج رمضان والمغرب بقى لي 10 دقائق دربنا وانت عزات عليا ودخلت لي قلبي انهاك الله اولدي غير حيد رجليك من حدا البير ويكون خير كيفاش يكون خير اي امال جني قال لي ما ينطقش سميتها صافي ابرد لكم القلب يا السحارات حتى هي كبيرتهم اش معيدك الدرقوم هذيك الغوله ولا ما غادي يعجبك حال هاد النار صافي عجبكم الحال اللي خرجتوا لي الوزي عقلي اي ولدك راه مضابع من عند ربي وما دلو على راسي بالبير احسن حومات وحق الله احسن حومات كيوقع في وجهي لا نهك الله وليد نهك الله وليد عيد من جلدي تبقى احسن مسلسل في تاريخ التلفزه المغربيه واد انا مزوقه فيك تدخل يوجب احتساب ركله جزاء لن يترك كنش اخويا الحمد لله تبارك الله هذا الكرت الاحمر قلب مباراه بشكل كامل في مباراه الاتحاد والوحده اليوم بعد ما كان الوحده خلاص تبارك الله الحمد لله تبارك الله اخي خلاص بيسجل الهدف الثاني ويحسم هذه المباراه تدخل سعد الموسى بنزيما ضيع بيلينتي ومارك بانينكا كدا فهمتي ومارك البيتشاني ريمونتادا في 10 دقائق حرم الوحده اه
شش أقزام ولا شنو هو شد العجب هذا ما عرفتش اخوي خرج 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 تشوف لك خلاني على ذكر القضيه اللي ذكرتوها على تجربه قضيه كريستيانو مع جوفنتوس هذه الصوره واحده من اللي عوقب عليها في جوفنتوس في الدوري الايطالي يعني. ما تفهم دابا هذا غيتعاقب وهذاك اللي دار ديك اللقطه في كاس العالم داك الحارس ديال الارجنتين هذاك شنو العالم كامل شافه وداك داك الحمار ديك اللقطه حشمت يا اخي مريح حدا ضمنين الدار حشمت صح هذاك شنو هذاك خاصو ايقاف هذاك صافي زي ما ذكر محمد الشيخ هذه ازيك معلم ناضي ناضي دماغ المشكله هو انه انت غتعاود تشعل الضوء غيعاودو يجمعو عندك ناضي وافي نعصبو افتح هذا ماذا سيحدث حكم غريب الاصوات ورقه حمراء مشروع لا تيرا هذا ماتش البطوله حكم غريب الاصوات يلزم يشار ورقه حمراء في حق اللاعب الاكاديري ليك حمراء يعني القرارات انا لا تيرا نعاود لقطه نعرف شنو وقع جرمه من المدرجات الجمهور غاضب يعني هنا اوكي على كوره اللجنه المركزيه التحكيم تجيب حكم بهذا الشكل كبر منه كانيل بالجلباب كبر منه مقاسو افتح يلزم يخرج ما تقلقوش من الاخوان ولكن في هذه اللقطه راه ما بقى والو المعلق يقول لي انا ودادي حيت اخويا هذه اللقطه كنظن انا اللقطه الاولى راه ما فيها والو ما عرفتش اخويا شي انت غادي الكره اللقطه الثانيه فيها حمراء ما فهمتش والو انا الاخوان المعلق عطانا درس في الحياديه افتح يلزم يخرج ورقه حمراء كيقبل زميلي المحمدي كان ممكن عاود المشهد قبل تدخل خشين جزائري حتى الجمهور غاضب على الجامعه كره القدم وعلى واه هي مزينه اغرب كاطو يعني ولا حلويات سمعته يعني الاسم تاعو ولا غرض الاسم في الحلويات فاش جديد ولا قديمه خذ راحتك خراره ها شنو هاد الكاطو اللي خرجتو لنا بيه عاوتاني خراره شاد الكاطو خراره كاطو هذا ثاني يجي واسمو كاطو ولا خراره كيف داير هذا انا غنتسحو ليا هذا كاطو بالك جاي كي تاكل تحس روحك كي تاكل في كاطو جاي تغمس كاطو كتغمس في القهوة تغمس قهوة حليب غمس الخرارة قهوة خرارة بارك الله ويلي كان جاب لهم بوطه ولا كاس العام اللي فات كان من الاسف ملي جاب بنزيما كلشي تسيف عليه حيدو حتى الرقم ديالو حيدو له ودابا والله الا مقاتل تبارك الله عليه لا كيف كثير يا حمد الله في مباراه الاتحاد ضد الوحده الوحده تقدم على الاتحاد بهدف في
ارض الاتحاد، وبعدها اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله سبب ركله جزاء للاتحاد ونفذها بنزيما، والصدمه بنزيما ضيع ركله الجزاء، وهنا كانت فيها حاله صمت كبيره. فجاه اتت الصدمه الكبرى، الاتحاد اخذ ركله جزاء في الدقيقه 82، ومين المنفذ؟ المنفذ حمد الله على حساب بنزيما رغم انه في الملعب. واللي سواه حمد الله ما احترم توقيت المباراه، وما احترم انه فريقه خسران، وما احترم مشاعر الجمهور، وما احترم الحارس اللي تصدر ركله جزاء بنزيما. واللي سواه حمد الله سجل ركله الجزاء على طريقه البانينكا. ايش هذا البرود؟ هذا لاعب بدون قلب، قسما بالله انه لاعب خبيث، اثبت نفسه بطريقه خبيثه قدام بنزيما وقدام جمهور الاتحاد، وتحسبه خلصنا. حمد الله في اخر دقائق المباراه سجل هدف الفوز لنادي. لا لا، ولكن الهدف الثاني كان فهمتي صناعة ديال بنزيما، تقاتل على الكره وجابها وعطاها الحمد لله. نكون واقع يعني بصراحه كيحاول حمد الله دابا يسيبورتي بنزيما، كيحاول وكان كيطلب الجماهير انهم يشجعوه، فهمتي يشجعوه. حجازي هذا ميسري، غاب شويه لك، غاب شويه حتى بشويه صافي. برد 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 اختي، الا ما تضربيش وليدك اختي، والطوبي عامر كتضربي فيه. راه ولدي رايان والله ما كنحط عليه يدي، يا مربي من عند ربي. ما بقاوش كيسميو رايان، ولاو كيسميو جاسم، ما بقاوش. عندي اختي 4 الوليدات. صراحه وشنو هو البلد العربي اللي تتمني تتزوجي منه؟ هو الاماراتي، يعني اماراتي. علاش هكا جايين يعني بخوف هكا؟ بكل صراحه وشنو هو البلد العربي اللي تقبلي ويعني تحبي تتزوجي منه؟ دبي. شنو هو البلد العربي اللي تتمني تتزوجي منه؟ نتمنى ايطاليا. ايطاليا، ايطاليا محسوبه علينا، بلد عربي. صح عربي، بلد عربي. عربي وي. امارات. اماراتي. ايه اماراتي. الحب الذي شوف 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 هنا شوف، ما نقولوش الجزائريات كذا ولا نبداو نطلعوها ولا كذا. اي وحده ملي غتزوج تبغي تفكر في الاستقرار، فهمتي الاستقرار. الاماراتيين تيقولوا عندهم استقرار مادي بخير، يعني غنمشي غنتزوج غنعيش في دبي، غنمشي غنعيش استقرار مادي بخير. يعني دابا الا بغي فكرت انه انا نتزوج في بلد عربي، امارات لاباس عليهم. كتقول لك هي الصومال نو، ولكن ماشي غير الامارات بوحدهم اللي لاباس عليهم، كاين السعوديه، كاين قطر، كويت. كويت وقع لها دابا ازمه، فهمتي؟ ما راه كويت حتى هما راه بخير، كاين دول لاباس عليهم، فهمتي؟ كاين علاش بالضبط الامارات؟ لان الامارات عندها سحر خاص بها. معايا لقطه كيطلب منهم انهم يدعموا بنزيما. بطبيعة الحال هداف بحال حمد الله والكعبي صعيب يشدوا الرسمية ديالهم في المنتخب. علاش؟ انه كاين لاعب واخا ما يكونش ماركا مع فرقته ضامن الرسمية ديالو، واحد الهدف سجلو في كاس العالم هذاك خلاه يشد الرسمية الى الابد. انا عاوتاني غنتسمى خايب وما كنسواش.